أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيها الأخوة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات وذلكم العلم القرآني لزعيم تيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع أنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين
رجال من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وصدق الله ورسوله وما
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا من المؤمنين رجال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا طاؤوها
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي يا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا أيها قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله
للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا وقلن قولا
يا نساء النبي، يا نساء أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، ويطهركم تطهيرا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، ولا تبرجن، وقرن في بيوتكن
الصحابة الكرام. وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات والمسلمات والمؤمنين
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين إن المسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله
والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله والذاكرين والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود علي حسن القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي القارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه وذلك عبر اسير موجات اذاعتنا المحليه وشركه عمل الهندسه الصوتيه اداره محمد سلام ببهمتوش. الشركة عمل الأضواء الكهربائية من أرخم محطات الإذاعات الكبرى صاحبها الحاج يونس عبد الهادي والحاج لطفي عبد الهادي المقيمان بالبلمون كبرى مخازن وفراشة الزبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة أمين عام نقابة الفراشين الحاج حمدي محمود حسين عميد الفراشة بالجمهورية والمقيم بالبشنين مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. الخدمات الفندقية تضم الأستاذ حسن الرفاعي المقيم بالبلمون. أيها الجماعة الطيب الكريم شكرا الله وسعكم جميعا.